قال النووي: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد. ده عند النووي الخضاب بالسواد. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أصلا عند العلماء اللي هي وجنبوه شنو؟ السواد سود الله وجهك، دي مدرجة، دي مدرجة ساكت من ما بنقول النبي صلى الله عليه وسلم، دي مدرجة ساكت من ما بنقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم صبغ الشعر بالأسود؟ وهل الحديث خالف اليهود والنصارى وجنبوه السواد صحيح؟ نعم، الحديث صحيح في أنه يخضب الشيب ولا يترك، يخضب بغير السواد، يخضب بالحمرة بالصهرة، أما السواد الخالص فلا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. وفي الحديث الآخر حديث جيد في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال في قوم يأتون في آخر الزمان يخضبون لحاهم بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذا وعيد شديد، السواد يعني السواد الخالص. نعم. أما خضب الدين عجب الجمهور، وما ده أن يعجب أمك ولا شنو أنت، ده أن يعجب منه يعني، ما لازم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. وما الذي يحمل الإنسان أنه يصبغ بالسواد إلا أن الشيطان يزين له هذا العمل، وإلا هذا لا ينفعه بل يشوه وجهه، فهذا من العبث ومن تزيين الشيطان للإنسان، يتجنب المسلم ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. خالق اليهود والنصارى يعني خضبوا الشيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالقوه. ففي هذا دليل على أن الأفضل أن الإنسان يغير الشيء، يصبغه، لكن بغير الأسود، إما بالأصفر كالحنة أو بالأصفر الممزوج بالكتم، والكتم أسود، فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني فيصبغ بالبني أو بالأصفر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قوله جنبوا السواد دليل على أنه يمنع اللون الأسود، لأن السواد يعني أنه يعيد الإنسان شاباً، فكأن في ذلك مضادة لفطرة الله عز وجل وسنته في خلقه. الصباغ بالأسود، أفهم كلامك كويس. في ناس قالوا حرام وقال ما عندهم دليل. هل يجوز صبغ شعر الرأس والشارب بالسواد؟ الصبغ بالسواد لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة، لا في الرأس ولا في اللحية، إذا كان سوادا خالصا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وانتهوا السواد. وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. الحاصل أنه لا يجوز الصبغ بالسواد الخالص للحية ولا للرأس، لا للرجل ولا للمرأة، ولكن يسحب التغيير بغير السواد، بالحمرة والصفرة أو بالسواد مع الحمرة مخلوط كالحنة والكتم، يكون سواد مخلوطا بحمرة لا بأس بذلك، أما السواد الخالص فلا. والسنة للرجل والمرأة تغيير الشيء، لا يبقى أبيض، السنة تغييره، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، يعني يصبغوا خلافا لهم لكن بغير السواد.